حلوة جميلة جدا قوي. أحلى حاجة في الدنيا إنك تلون وشك زي كده وإنك تنزل تفرح طفل مريض. قررت ان انا امسك علبة الالوان ولون وشي. ابتديت انزل. اول ما نزلت نزلت الشارع، بعدين نزلت الملاجئ، بعدين علبة الالوان دي وصلتني للمستشفيات للاطفال والمرضى. اي حد بيحب حد يبسطه، خصوصا لما يكون طفل مريض طول اليوم عايش في الم، طول اليوم عايش في تعب، بياخد علاج، بيعمل اشعاعات، فمحتاج ان هو يفرح وينبسط. فدور مهم قوي، والولاد بيحبوه جدا جدا قوي. ده بيفرق جدا معاه وبيفرق في نتائج طبعا علاجه، ان هو نفسيا يبقى مرتاح، لان طول ما هو نفسيا مرتاح في اعراض جانبيه كتير للعلاج الكيميائي ممكن ما يحسش بيها طول ما هو مبسوط.